لعب نادي الحكمة يلي برز بالدورة السداسية بالدرجة الثانية، واللي كان سبب من الأسباب الأساسية لعودة نادي الحكمة إلى دوري الأضواء بكرة القدم، ونحكي على صعيد الدرجة الأولى. أحمد يونس، أهلا وسهلا فيك عبر موقع هنا لبنان. أهلا فيك حبيبي، متشرفت وأهلا وسهلا. يعني أحمد يونس، خلينا نقول نادي الحكمة من بعد فترة طويلة رجع على دوري الأضواء، قديش سعيد إنه اليوم عم ترجعوا وطلعتوا على الدرجة الأولى؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، نحن كنا إيد وحدة كلنا، وهيدا لازم النادي الحكمي يرجع لموقعه الطبيعي، والحمد لله قدرنا بمساعدة الشباب كلها رجعناه، وقد ما بدك سعيد يعني. آخر مباراة بالتحديد كانت أنظار الكل على نادي الحكمة، كل كان مترقب النتيجة، كل كان ناطر المباراة، كل كان ناطر تنعلن بنهاية المباراة عودة الحكمة إلى دور الأضواء. كيف لقيت تفاعل جمهور نادي الحكمة معكم بالتحديد، الهيصة والتفاعل كله يلي صار؟ بالنسبة لآخر مباراة، آخر مباراة يمكن ما قدمنا كرة قدم 100%، يعني ما قدمنا أداء رائع، ولأنه كان في علينا ضغط وهيك، بس الفرحة آخر شيء نستنا كل شيء المباراة، تفاجأنا بجمهور الحكمة قد إيه بحب الفريق، ونحن كنا فخورين إنه عم نلعب لهذا الشعار، والحمد لله رب العالمين. قد إيه بيعني لك اليوم كمان كلاعب عم تلعب باسم نادي الحكمة، الاسم الكبير، النادي الكبير، النادي العريق، إن كان بكرة القدم اللبنانية أو كرة السلة؟ طبعاً هذا شرف كبير لأي لاعب بلبنان يرتدي قميص نادي الحكمة، نادي الحكمة نادي عريق، له اسم كبير، شو بدي اقول لك يعني، وعنده قاعده جمهوريه كثير كبيره، يعني شرف لاي لاعب يرتدي قميص الحكمه. برساله صغيره، شو بدك توجه رساله لجمهور نادي الحكمه؟ شكرا. بدي اوجه رساله لجمهور نادي الحكمه، وبوعدهم ان شاء الله، انا وعدتهم قبل انه ان شاء الله الفريق على الدرجه الاولى، الحمد لله وفينا بوعدنا، وان شاء الله السنه الجاي بهمه الاداره، بهمه الكابتن ايميل، ان شاء الله الحكمه لموقعها الطبيعي ونستمر بالدرجه الاولى ان شاء الله. احمد، يعني انت من كنت من ابرز اللاعبين يلي برزوا مع نادي الحكمه بثلاث اهداف بكل مباراه، قطعت هدف هدف، اسم الله عليك، قسمتهم للاهداف. طب بقولك اليوم استفدت على الصعيد الشخصي من الدرجه الثانيه، قدرت تكون شخصيه بركي استفدت من خلالها، تظهر يعني خلينا نقول مزاياك وتظهر مهاراتك الفرديه بالتاني. يعني الحمد لله، يعني انا لعبت درجه اولى كذا سنه، بس الحمد لله هالسنه اخر شيء بالسداسيه برزت، طلع اسمي الحمد لله رب العالمين، مساعده الشباب كلها اكيد، وبساعدة الكابتن إيميل أول شيء. عودة إلى دور الأضواء، نرجع نحكي شوي بالإيجابية، العودة إلى دور الأضواء شو بيعني لك؟ وبرأيك شو الأهداف رح تكون بدور الأضواء قريبا جدا؟ العودة إلى دور الأضواء إن شاء الله هلأ بدي يرجع أحمد يونس يثبت حاله من أول وجديد بدور الأضواء، يمكن أنا ما أخذت فرصة بالنجمة ولكن بالسلام أخذت، هلأ بالحكمة بدي يثبت أحمد يونس مين هو أحمد يونس إن شاء الله. بما انك طرقت لموضوع النجمه، كان رئيس نادي النجمه استاذ اسعد السقال كان عم يبارك لعوده نادي الحكمه الى دور الاضواء، كيف بتقرا هيدا الرساله اليوم، رساله استاذ اسعد السقال؟ يعني بدي اوجه له تحيه لاستاذ اسعد السقال، وهو زلمه محترم، يعني احترامه يعني وصل هيدي الرساله.